بليه. الان كنتواجدوا بمركب الحاج محمد نودير، وبالضبط المركب اللي كيتقاموا فيه المباريات ديال نادي نجم الشباب. جينا اليوم باش ناخذوا الرد ديال رئيس نادي على الاتهامات اللي توجهت في حقه، فخليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا ب انفاس بريس على الاستضافه اللي جاوا عندي، ومرحبا بكم في ملعب الحاج محمد نودير من نجم الشباب. لتوضيح الراي العام مره اخرى، كنوضح الراي العام على كاين بعض الناس سامحهم الله اللي كيدعيو هما كجمعيه ديال محبي وقدماء ولاعبي ومسيرين ديال نجم الشباب. انا كنوضح عاوتاني من هذا المنبر، كنقول هاد الناس ما هم لاعبين، ما هم مسيرين، ما هم لا يعني حتى من انصار ديال نجم الشباب، حتى حاجه من هاد الجانب. جانب اخر، هاد الناس كيدعيو كيقولوا كيجيو عندي، ما عمرني استضفتهم، ما عمرني شفتهم، بالعكس الباب ديالنا مفتوح. نجم الشباب الملعب ديال الحاج محمد نودير ملعب مفتوح. نعاود نذكر، انتم جيتوا عندنا لقيتوا الباب مفتوح، دخلتوا من الباب وجيتوا عندي للاداره ديالنا ورحبنا بكم. الحمد لله كما كنرحبوا بجميع الرياضيين اللي كيجيو عندنا وجميع الناس اللي كيجيو عندنا نجم الشباب. للتوضيح، هاد الناس كيدعيو كيقول لك نجم الشباب ربما عندهم منخرطين وعندهم يعني واحد كيقولوا هما واحد 2000 منخرط او هذا. بالعكس، اللي عندهم 2000 منخرط مرحبا، ما كاين حتى شي واحد كيمنع المنخرط باش يجي ينخرط في النادي، ولكن المنخرط عنده شروط ديالو. شنو هما الشروط اللي عنده؟ شروط يعني كيجيب طلب كتابي كيحط في الاداره كيمشي، وهذاك الطلب عندي عنده شروط، يعني كاينين جوج من المكتب اللي خصهم يشهدوا لهذاك السيد واش فعلا باغي يجي ينخرط او لا، عنده اهتمام بنجم الشباب او يعني المنخرط عنده بزاف ديال الشروط اللي خصو يجي ينخرط فيها. حنا بالعكس عندنا منخرطين ديالنا الحمد لله، عندنا هذا ما كنفتحوا باب الخراط باين كنكون في واحد الشهر وكيسالي في واحد الشهر كنحلوه كنديروه في الجرائد كنديروه هذا الانخراط. كيقولوا هما عندهم 2000 ديال المنخرط، انا كنتفاجئ. انا فرق اللي مجاوره ليا ديال الوداد والرجاء، ما نظنش انا الوداد عندها 2000، عندها واقيلا 200 منخرط كنظن ولا اقل من هذا، والرجاء كذلك. ولكن ماشي من اي كان يجي يدخل يجي ينخرط عندنا في نجم الشباب. نجم الشباب عندها ادارتها، عندها الناس ديالها المنخرطين. بالعكس حنا مفاتحين الباب لجميع الابواب، فاتحينهم لجميع المنخرطين. اللي بغى يجي ينخرط مرحبا به، ولكن هاد الناس كيكذبوا كيقول لك جاوا عندي. بعد هاد السيد هذا الرئيس ديال الجمعيه، انا ما بكل صراحه ما عمري شفتو، ما عمرني عرفته، يعني ما عرفت. كيقول كيجي عندي، ما بغيتش نستقبله، ما بغيتش ندير. المهم انا ما عمرو جا عندي، ما عمرني استقبلته. قال لي ما عمرني استقبلته، يعني ما هادشي ما لا صحة له، ما كاينش، ما عمرهم جاو عندي. هاد الناس سامحهم الله، يعني نعاود نقولها وغادي نعاود نبين الرأي العام. كاينين جوج ديال الأشخاص اللي كنت تما كنعرفو، هو النيامي سعيد ولد الابن الرئيس الراحل السي نيامي الجلالي رحمه الله، كان رئيس سابق ديال نجم الشباب، والاخر ابن المرحوم بابا اللاعب اللي كان توا في صفوف نجم الشباب. يعني واش هاد الناس ايا كان والديهم لعبوا او لا سيروا يجيو نجم الشباب؟ ما يمكنش. هادو عندهم شي حاجه، علاش باغيين يجيو وعلاش باغيين ينخرطوا؟ خص الانسان يعرف هادشي،
والرأي العام خصني نوضح عليه، والتوضيح أنا غنوضحه اليوم. أنا مني جاء هاد الناس جاو، ما جاوش عندي بعدا، أولا جاو الملعب سيرتو هاد سعيد النيامي وهذاك عبد الرحيم بابا، وعدي شكاية عند وكيل الملك بيهم هاد جوج الناس. ها هي هذاك سعيد النيامي كي جانا وكيهدد المسير ديال الملعب اللي فيه فئه صغرى، كيهدو كيقول لي هذا الملعب ديال باه رحمه الله، قال لك عنده التيتر ديال الملعب، وقال لي نتوما شفاره هنا وكتخونوا وكديروا، حنا غادي نمشيو معاكم. اسميتو هذاك السي عبد الرحيم بابا، حتى هو عندي معاه هذا الشيء. علاش كنقولوا؟ باش نوضح اشنو الناس هادو، واش عندهم الغايه في الانخراط او لا عندهم غايه في حاجه اخرى. جاء عندي فتحت لي الابواب ديالي بواحد الجمعيه ديال سميتها سوينيو، وجيت ورحبت به ودخلته عندي الملعب. فاذا به السيد بغى يستغل لنا الملعب باسم سوينيو، وحنا عندنا نجيب شباب وكاينه وحده، يعني ما خصنيش ندخل معايا كثر سميتو. وهذا هو اللي واقع. وهاد الناس انا مرحبا باي كان، يعني نجيب شباب راه فيها رؤساء سابقين قدام، وراح كاين اللي مات الله يرحمهم، وكاين اللي باقي على قيد الحياه. غنعطيك مثال، من انا نعطيك على رؤوس الاصابع، يعني كاينين رؤساء اللي دازوا، اللي بحال المرحوم بوشنتوف بليوط رحمه الله، كاين سي مصطفى محروس رحمه الله، كاين دبي القدميري شفاه الله، كاين الحاج محمد نودير رحمه الله، كاين جيلان نيامي رحمه الله، كاين الاستاذ رشد، كاين ابو الغالي رحمه الله، كاين يعني عده رؤساء اللي دازوا. انا نزيدك، انا ابن المرحوم ديال بوشنتوف جا عندي هنا الدكتور وفرح بيا، فرح قال لي الحاج هادشي اللي كدرتي نتايا في هاد نجم الشباب وهادشي اللي درتي، رحنا مفتخرين بكم، مفتخرين باسم نجم الشباب كما كيفتخروا الناس القدماء ديال نجم الشباب. وكاينين اللاعبين اللي دازوا هنا مثل الحرشاوي، الحسن طوطو، بابا محجوب خليل، يعني عزمي، يعني كثير ديال الله يرحمهم ديال اللاعبين القدامى، وفيهم اللي لعبوا من السبعينات للثمانينات والتسعينات مثل شيبا، مصطفى، بلال، كرام، هيدامو، مستار، يعني جميع، يعني هادو من اللاعبين الحقيقيين اللي كيدايو هما قدماء اللاعبين، ونتحداهم واش شي واحد عمرو لعب في نجم الشباب. هذوك الناس اللي كنشوف واش عمرهم سيروا في نجم الشباب، هذا هو السؤال. في كانوا سنين هذه ملي كانت نجم الشباب عير في عطراب ما فيها والو، في كانوا دابا نجم الشباب اللي ولات في واحد الحله جديده وفيها واحد الانخراط ديال الناس الحقيقيين اللي كيضاربوا على نجم الشباب مثل هاد القدامى. دابا نجم الشباب كيسيروها للقدامى ديالها. ها هو شيبا مصطفى لاعب قديم ولعب في المنتخب الوطني، يعني هو كمدير تقني اللي عطيته الصفه ديال المدير التقني ديال نجم الشباب. اسماعيل خربوش يعني اللاعب اللي تا هو كان قديم وغادي، مصطفى كرم، كاين الحاج بلال، يعني عزيز دجار، يعني هادو لاعبين اللي دازو هما اللي كيسيروا حاليا في نجم الشباب. الحبق، الحاج نور ديال الحبق، يعني هاد الناس هما اللي كيسيروا. شوف انا للتوضيح، هاد الناس الجمعيه ديالهم انا ما عمرهم جاو عندي جمعية، ما الجمعيات اللي كاينين كاينين حقيقيين ها هما كيسيروا وكيجيو منخرطين في نجم الشباب. كاينين الجمعيات اللي عندي هذا، والمنخرطين الحقيقيين اللي كاينين هما هاد الناس اللي غادي كيواكبوا معايا وكيسيروا معايا. واتحداهم لا عمرهم جاو تفرجوا فينا شي ماتش، ولو جاو دخلوا عندنا المجانيه بدون مقابل، اللي جا كيدخل الباب مفتوح، المقابلات كنجريو حتى واحد ما كيجي. بالعكس هاد الناس كيقول لك عندهم 2000 منخرط، او 2000 منخرط راه يجيبوها لينا ومرحبا. واللي بغى يعاونك، اللي بغى يعاون بلا انخراط
هما ياك عندهم جمعيه وباش يعاونوا الجمعيه، الجمعيه ديالنا شنو هي اهداف الجمعيه بعدا ديالهم هما؟ شنو هي الاهداف؟ واش اهداف باش يجيو النادي؟ واش اهداف باش عندهم اللي جا بغى يعاون النادي راه كيعاونوا بلا الخيرات، هذا هو اللي كنعرف العرف. الانسان اللي بغى يعاونك راه كيجي يعاونك بدون مقابل وبدون هذا، يعني انتوما عندهم هما رؤيه اخر. شوف انا عندي واحد المشعل من رجالات ديال نجم الشباب، هذا فريق ديال المقاومه، يعني الناس قاوموا فيه، يعني عرفتي شنو هي المقاومه؟ الناس قاوموا فيه، هذا الفريق ما دارش من اجل الرياضه، دار من اجل الرياضه ومن اجل المقاومه باش حتى المستعمر يجريو عليه من هنا. الناس راه تعدمات في الفريق وتعدموا ناس الكبار اللي الله يرحم بن حمو، يعني اللي هو المؤسسين الكبار ديال نجم الشباب، هذا من الناس المقاومين، وهذا والناس دازوا مقاومين. هذا راه ماشي، هذا راه عندي واحد المشعل اللي صعيب عليا انا دابا كنقلب اللي واش كاين شي واحد كي راه. شوف اولا ما كناخذش التمين حتى من اي جهه، لا من مجلس المدينه لا مجلس العماله ولا من الجهه. كنشكر من هذا المنبر الجامعه شخصها سي القجع، هو المنحه الوحيده اللي كتعطانا كهوات، هي اللي كنسير بها نجم الشباب. بالله عليكم نجم الشباب كتسير المنحه اللي كتعطانا من الجامعه، وما عندنا اي منحه، كندبروا بانخراطات ديال الاخوان. الناس الله يجزيهم بخير كيعاونونا كيديرونا في الخراطات، الخراط هو هذا. انتم غادي تخرجوا وتشوفوا الوليدات في كيلعبوا، اشنو الخيرات الحقيقي هما ديال الناس اللي هما اللي يوميا كيديروا معنا الاستمرار في نجم الشباب. هذه هي الحقيقه ديال هذا. وشوف انا من هذا المنبر هذوك الناس ما عمر جا عندي بعدا شي واحد، انا اتحداهم واتحداهم واتحداهم، ما عمر جا عندي شي واحد. ناس عندهم هذا كما قلت لك، هذوك الناس عندنا معاهم هاهي عندي شكايه من عند وكيل الملك، حيت علاش وعندي الكاميرات كيفاش دخل هذاك السي سعيد وكيهدد السيد عندي لهيه، وكيقول لي انا الملعب ديال با عندي تيتار عندي. هذاك السي عبد الرحيم كان عندي هنايا وحيدته، سيد باغي يرجع باش يسيبها، ما نعرف الله اعلم، انا ما غاديش نقول شي حاجه اكثر من هادشي. انا كنوضح الراي العام، وراه كل واحد عنده كيفاش يفكر. وكان هذا هو الرد ديال السيد عبد الحق ندير على الاتهامات اللي توجهت ليه من قبل بعض الناس اللي كيقولوا بانهم محبي الفريق. فنتلاقاكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.